يقول: صيام يوم التاسع والعاشر بنية صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يصح؟ يا أخي وسع على نفسك، لا تضيق على نفسك، تجمع صم ثلاثة أيام من كل شهر وصم اليوم التاسع والعاشر زيادة خير يا أخي، لا تضيق على نفسك وتحرم نفسك. نعم. وكذلك حفظك الله، سائل آخر يجمع، يريد أن يجمع بين قضاء رمضان وبين صيام عاشوراء. لا ما يصلح هذا، ما يصح القضاء بهذه النية، هذه ما يصلح القضاء بهذه النية. أنا ما أدري منين جابوا هالابتكارات هذه، كل شيء يعمل به في وقته وعلى ما جاء وعلى ما ورد. نعم.